مساء الخير، ازيكم؟ النهارده هعمل معاكم وصفه حلوه جدا للبشره ولتجاعيد البشره. قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الاشعارات عشان يوصلكوا كل فيديوهاتي وكل وصفاتي الطبيعيه اللي انا بقدمها. النهارده معانا وصفه بوتكس طبيعي، بجد الوصفه تحفه، وصفه طبيعيه جدا بمكونات موجوده عندك، مش هتحتاجي ان انت تشتري كريمات من بره او اي كريمات. ما تنسوش بقى قبل ما نبتدي الفيديو زي ما انتم شايفين اللايك لو عجبكم الفيديو، تعملوا لايك وتشتركوا في قناتي وتفعلوا زر الاشعارات عشان يوصلكوا كل فيديوهاتي وكل وصفاتي الجديده. الاثنين مع بعض، اول حاجه اليانسون النجمي بيزيل التجاعيد تماما من البشرة، بيحارب علامات الشيخوخة. يلا نبتدي مع بعض ونشوف المكونات بتاعتنا ونشوف احنا هنعمل مع بعض ايه. كمان بيزيل الخطوط والتجاعيد من الوجه ومن الرقبة ومن الجبهة، الايد، الايدين لو في تجاعيد فيها. بجد الوصفة تحفة. هنبتدي ان احنا نجيب اليانسون النجمي والشاي الاخضر، هنشوف المكونات بتاعتنا ومقاديرنا ايه. طبعا اليانسون النجمي غني بالفيتامينات اللي بتشد البشره. هناخد 3 معالق من اليانسون النجمي، وهناخد كمان 3 معالق من الشاي الاخضر، هنحطهم في مطحنه الخلاط بتاعنا وهنبتدي ان احنا نطحنهم مع بعض لغايه ما يندمجوا مع بعض ويبقوا بودره، ما يبقاش فيهم اي شوائب او اي حاجه. الشاي الاخضر طبعا غني بمضادات الاكسده، بيحفز كمان انتاج الكولاجين، بيزيل كمان التجاعيد تحت العين وحوالين العين. هنشوف مع بعض اول وصفه، دقيق الذره. الدقيق طبعا حلو جدا للبشره، غني بعناصر الترطيب والتفتيح في نفس الوقت، كمان ينفع لجميع انواع البشره. هناخد معلقتين من دقيق الذره، وهناخد معاهم معلقتين من الخليط اللي احنا عملناه اللي هو الشاي الاخضر على اليانسون المطحونين دول، هنحطهم مع بعض ونقلبهم مع بعض كويس جدا. بجد الوصفه دي كل اللي جربها شكر فيها. طبعا هنضيف كمان معلقه كبيره من زيت جوز الهند. زيت جوز الهند من الزيوت الحلوه جدا للبشره، مغذي للبشرة وبيعالج مشاكل البشرة. هنقلبهم مع بعض كويس قوي. ممكن كمان ان احنا نضيف زيت الزيتون او زيت اللوز الحلو، برضو الزيوت دي حلوة، اي زيت يناسبك او موجود عندك هو ده اللي هتحطيه في الوصفة، مفيش اي مشكلة. هنبتدي ان احنا هنخلط المكونات دي بالحليب او بمية الورد. طبعا كلنا عارفين ان الحليب بيرطب البشرة، بيديها حيوية وبجد حلو جدا، او مية الورد برضو. المكونين حلوين، هنخلطهم باي نوع منهم المتواجد عندك، وهنطبق الوصفة دي على البشرة والرقبة، الجبهة، حوالين العين، تحت العين. الوصفة حلوة جدا، بتجيب نتيجة هايلة من اول استخدام. ممكن كمان نطبقه على دايرة العين والرقبة وحوالين الفم. هنحتفظ بالخليط ده في التلاجة لمدة 3 ايام، وهنسيبه على بشرتنا لمدة 25 دقيقة. هنستعمل الوصفة دي 4 مرات في الاسبوع، النتيجة هتبان معاكي من اول اسبوع. بعد كده هنغسل بشرتنا بالمية الدافية، ثم بعد كده كمان هنغسلها بالمية الباردة. تمام، بعد كده هنرطب بشرتنا بزيت جوز الهند او اي زيت يناسبك. هنشوف الوصفة التانية مع بعض. هناخد معلقة من الشاي الاخضر واليانسون النجمي اللي هما اللي احنا طحناهم في الخلاط، وهناخد كمان معلقة من النشا. النشا طبعا من المكونات الحلوة جدا في تفتيح البشرة وفي ترطيبها، بجد مكون هايل للبشرة.
كمان بيشد البشرة، بيديها نضارة حيوية ولمعان. هنبتدي ان احنا نخلطهم مع بعض، وبعدين هنحط معلقة من زيت جوز الهند. زي ما قلتلك لو ما عندكيش زيت جوز الهند ممكن زيت زيتون او زيت اللوز الحلو، ممكن زيت جنين القمح، اي زيت متواجد عندك حطيه، مش هنعقد الدنيا. وطبعا الماسك ده بيشد البشرة، بيخليها صافية زي بشرة الاطفال. بعد كده هنبتدي ان احنا نخلطهم باللبن او بمية الورد زي ما قلتلك. هنخلطهم كويس قوي لغاية ما اللبن والمكونات كلها تتجانس مع بعض. هنبتدي ان احنا نحطهم على بشرتنا، على البشرة والرقبة ووشنا. الوصفتين دول بجد وصفتين حلوين جدا لتجاعيد البشرة. هنحط اول طبقة من الماسك، الوصفة دي بالذات كمان حلوة جدا. هنحط اول طبقة من الماسك ده، وهنبتدي ان احنا نجيب مناديل ورق، عن اي مناديل ورق، وهنبتدي نحطها نغطي بيها الطبقة اللي احنا حطيناها من الماسك. وهنسيبها لمدة 10 دقايق. بعد 10 دقايق هنبتدي ان احنا نحط طبقة تانية من من الماسك بتاعنا. بعد ما نحط الطبقة التانية من الماسك هنحط طبقة منديل نغطي البشرة، هنحط على بشرتنا منديل ورق تاني. وهنبتدي ان احنا نفرك، هنسيبها 10 دقايق وبعد كده هنفرك بالمنديل وهنشيل الوصفة بتاعتنا. يبقى احنا هنسيبها على بشرتنا 20 دقيقة. بعد كده هنزيل الماسك بطريقة المساج. ودول كانوا الوصفتين معايا. بعد كده هنغسل وشنا بالمية الدافية، وبعد كده بالمية الباردة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك وتفعلوا.